سيادة السفير، بحب ارحب بحضرتك. اهلا بيكم. طبعا اعتقد ان الراي العام دلوقتي في الشارع المصري مشغول جدا بزياره الوفد الروسي على راسه وزير الدفاع الروسي وزير خارجيه روسيا. تقييم حضرتك للزياره وتوقيتها في هذا الوقت؟ طبعا يعني التقييم هو تقييم اكيد ايجابي لهذه الزياره. انا لاول مره في تاريخ العلاقات المصريه السوفيتيه او الروسيه يعني بيحضر وزير الخارجيه ومع وزير الدفاع في زياره واحده. ده له دلاله سياسيه كبيره جدا بالنسبه لنا، واهتمام كبير من روسيا بتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات. وبالتالي احنا يجب ان ننظر الى هذه الزياره ان هي يعني بدايه لفصل جديد في العلاقات المصريه الروسيه، فصل جديد من العلاقه الوثيقه، علاقه تعاون، علاقه صداقه، علاقه تنميه وشراكه في التنميه، في افاق جديده للتعاون في مختلف المجالات. فانا متفائل جدا بهذه الزياره، واعتقد ان هي حققت اهدافها. سبق هذه الزياره طبعا زي ما انت عارف زياره لوزير الخارجيه نبيل فهمي من شهر ونص تقريبا لموسكو. اعتقد ان هي كانت تجهيز جيد لهذه الزياره. ايضا وفدين من الدبلوماسيه الشعبيه قاموا بزياره لموسكو في قبل زياره الوزيرين. اعتقد ان احنا فتحنا يعني افاق جديده في فصل جديد لعلاقه قويه. اعتقد ان هي هتكون كمان مفيده لروسيا الاتحاديه. هي الموضوع ده مش مفيد لمصر فقط، ولكن لروسيا في اعاده يعني اقول لك صياغه الاستراتيجيه الخاصه بمنطقه الشرق الاوسط في الفتره القادمه، في توجهات روسيه جديدة أيضا في المنطقة، وفي أيضا تقلص لمصداقية الولايات المتحدة في المنطقة. إذا أنت أمام أو بصدد يعني صياغة جديدة للمنطقة، مصر بتساهم فيها مساهمة فعالة ومساهمة أكيدة. بعد 30 يونيو مصر ظهرت كقوة مؤثرة في هذه المنطقة، وعشان كده الروس لما بيقصدوا مصر بيعرفوا أو مدركين تماما أن هي ده المفتاح الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. إعلان روسيا عن زيارة وزيري الدفاع والخارجية، بادرت أمريكا بإرسال وزير خارجية أمريكا ووفد من الكونغرس. تحديدا تقييم حضرتك للزيارة وتوقيتها قبل زيارة الوفد الروسي؟ يعني أنا ما عنديش مانع إن احنا نسبب انزعاج لحد ما للولايات المتحدة الأمريكية، وهنسبب لها بعض القلق من يعني سياستها الخاطئة نحو مصر في الفترة الماضية. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني هذا الانزعاج قد يكون أحد الحوافز الإيجابية للولايات المتحدة لأنها تعيد النظر في سياستها الخاصة بمصر، وتعلم أن المصريين قرروا وبينفذوا ولا رجع إلى الوراء، ومسيرة الديمقراطية هتسير وهنصل إليها. وكل المخططات الأمريكية في الفترة الماضية ثبت فشلها، وانهم عليهم انهم يعني يعودوا مره اخرى وينصاعوا لاراده الشعب المصري. ده يخليني اسال حضرتك سؤال. ترددت اراء بل اجتهادات من بعض الدبلوماسيين قالوا ان الزياره دي او العلاقات عوده العلاقات المصريه الروسيه تعد بديل للعلاقات المصريه الامريكيه. لا، في العالم الحديث اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الكلام ده كان ممكن يبقى موجود ايام الحرب البارده وايام ما يكون في اختلافات ايديولوجيه ما بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي. كانت الامور حديه، بمعنى ان انت يا اما معانا يا اما ضدنا، يا اما مع الاتحاد السوفيتي يا اما مش معاه، يا اما مع امريكا يا اما مش معاه. العالم دلوقتي اتغير خلاص، انتهت القصه ديت. الاتحاد او روسيا الحاليه بتاتي اليك وهي لا تحمل معها اي نوع من الايديولوجيه ان انت بتطلبك ان انت تنفذها. زمان كان المطلوب من اي دوله يعني تتعامل مع الاتحاد السوفيتي ان هي تتحلى بالمبادئ الاشتراكيه ثم الشيوعيه وهكذا. دلوقتي ما بقاش فيه هذه يعني السياسات. فخطأ جسيم يقع فيه اي سياسي او اي مخطط استراتيجي انه يفكر في انه عندما يعني يحصل توتر في علاقة ما مع دولة كبرى زي الولايات المتحدة انه يفكر في تغيير علاقاته مرة واحدة مع الى الطرف الاخر. ده خطأ استراتيجي فادح. اعتقد ان احنا يعني عندنا ادراك اكبر من هذا، وعندنا ناس بتخطط جيدا، واحنا بنقيم علاقه متوازنه مع الطرفين، وهنسعى الى تحسين علاقتنا مع الولايات المتحده الفتره الجايه. وانا اؤكد لك ان هو كل ما تتقدم الامور في مصر وداخليا من ناحيه تطبيق
خريطة المستقبل ان الامور هتسير بشكل افضل بكثير طبعا مع الولايات المتحدة. هل شكسف محمد ربيع يعتقد ان التعاون مع روسيا هيقتصر على الجانب العسكري فقط ام هيتوسع؟ لا لا طبعا لا، يبقى مخطئ برضو اللي يدرك ان روسيا تكون بس مصدر للسلاح. انا بقول لك ان روسيا لها اولا رصيد كبير جدا في التعامل مع مصر على مدى سنين مضت من ايام يعني سنة 56 وحتى الان، ده التاريخ الحديث. لكن احنا علاقات بقى لها 70 سنة بين مصر وروسيا او مصر والاتحاد السوفيتي. لا عندنا علاقات. انا اقول لك حاجه، ان الفلاح المصري حتى الان بيستعمل الجرارات الروسيه في زراعه الارض اللي هي كانت منتجه في اوائل الثمانينات واخر السبعينات. فبالتالي انت عندك افاق كبيره جدا للتعاون، عندك مصانع برضو كانت يعني تحت يعني التعاون او بند التعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق، مثل مصانع الحديد والصلب ومجمع الألمونيوم وخلافه. انت عندك يعني امور كتيره جدا مرشحه للتقدم في مختلف المجالات، عندك الزراعه، الصناعه، السياحه، التجاره. مستوى التجاره بين البلدين متواضع جدا، يعني 400 مليون دولار في السنه لا تليق بالولايات المتحده بالروسيا ومصر، فلازم ان احنا ننمي ايضا التجاره. المجال العلمي ده موضوع مهم جدا، احنا عندنا اساتذه كبار يعني حصلوا على درجاتهم العلميه من جامعات روسيا او الاتحاد السوفيتي السابق، وبالتالي انت تستطيع ان انت تتعاون ايضا في المجال العلمي. فانا بشوف انه لا، في افق كبير جدا وواسع لعلاقات اوسع واوثق واعمق. هذا على الجانب الرسمي. لو خدنا الجانب الشعبي، ظهرت بعض ثورتي 25 يناير و30 يونيو ظاهره غريبه على الشعب المصري لم يعتاد عليها من قبل، وهي الوفود الشعبية. لاحظناها بدأت الوفود الشعبية تبرز قوي في موضوع ملف سد النهضة لأثيوبيا، وبعدها بعد حكم الإخوان بعام وصلنا لروسيا، وبعد كده الإمارات. كيف يرى السفير محمد العرابي قيمة هذه الوفود وتأثيرها سواء لدعم الاقتصاد أو السياحة أو السياسة أو انتشار معيار معين من رسالة معينة بقدر أوصلها للعالم من خلال هذه الوفود؟ لا، انا من المؤيدين لفكره الدبلوماسيه الشعبيه او الدبلوماسيه العامه زي ما بنقول، او الدبلوماسيه البرلمانيه، كلها حاجات بتكمل الدبلوماسيه الرسميه. يمكن قوه الدبلوماسيه الشعبيه ايضا يعني يجب ان احنا نحللها، لان هي يعني رساله غير مباشره. دائما الرساله المباشره اللي بيقوم بها مسؤول حكومي مع دوله اخرى يمكن بتصل حقيقه، لكن عندما تكون الرسالة غير مباشرة من أطراف غير حكومية، سواء كانت سياسيين أو رؤساء أحزاب أو فنانين أو رياضيين أو رجال إعلام، الرسالة الغير مباشرة دائما أكثر نفاذا وأكثر تأثيرا في الآخر، لأن أنت الحكومي مطالب بالدفاع عن حكومته وبيتقاضى أجر عشان يدافع عن حكومته، لكن الناس اللي هي القوى السياسية دي نبع او ارائها كلها نبع من قناعه شخصيه مش ملزمه ان هي تذهب للدفاع عن الحكومه، ولكن ومع هذا عندما يذهبوا بيرسلوا رساله غير مباشره ولكنها اكثر نفاذا، اكثر تاثيرا، اكثر يعني قوه من الرسائل الرسميه. فبالتالي انا بعتقد ان هناك تكامل، ويجب ان احنا نشجع على فكره التواجد الدبلوماسية الشعبية في الفترة القادمة. هناك من يعيب على الوفود الدبلوماسية أو الدبلوماسية الشعبية زي ما حضرتك قلت عليها، إن ما فيش تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية زي وزارة الخارجية أو زي السفير الدولة اللي سيتم زيارتها، وده بيعاني منها وزارة الخارجية والسفراء، ودي جت على سنة تقييم حضرتك. ممكن يكون في كده، ولكن أنا يمكن عشان كانت الموضوع ده شيء جديد بالنسبة للطرفين فكان في اخطاء، لكن الان احنا بالنسبه للوفد اللي انا كنت فيه في موسكو، لا احنا كنا على اتصال بوزاره الخارجيه، وبعد ما رجعنا اجتمعنا بالوزير نبيل فهمي، السفير كان عارف، السفير هو اللي عد البرنامج للزيارات والمقابلات اللي احنا عملناها هناك، قابلنا في المطار، عمل تسهيلات في المطار. يعني دلوقتي اعتقد انه هي دائما الفكره انه يكون في اولها او في حدثتها فبيحصل نوع من الاخطاء يعني، لكن الان انا شايف ان الموضوع ده العلم حضرتك، في ناس تفكر في يعني مؤسسه الدبلوماسيه الشعبيه، يعني عايزين يعملوها كنوع من يعني مؤسسيه، ان يبقى في جهاز اسمه جهاز الدبلوماسيه الشعبيه، ناس مختاره بعنايه وتكلف بمهام معينه
في كل فترة في دولة معينة إذا كان في مشاكل يعني مع هذه الدولة. فبالتالي الموضوع كان جديد في الأول، لكن أنا أعتقد دلوقتي أن الناس تجاوزت هذه الفكرة، وهناك تنسيق جيد وترحيب من الخارجية المصرية وترحيب الحمد لله من الدول اللي احنا بنروحها. لو قلنا على أي أساس يتم اختيار الدول التي تقوم بزيارتها النفوذ الشعبية والموضوعات التي ستتم طرحها هناك؟ يعني هو الاساس في الغالب بيبقى يا اما يعني انت دول وقفت معاك في موقف ما فبتروح تعبر عن الشكر والتقدير لهذه المواقف، او ان انت بتفتح يعني خط استراتيجي جديد مع منطقه جديده زي ما حصل مع روسيا. وايضا ممكن قوي ان احنا يعني علمك احنا يعني ممكن قوي نروح كمان الولايات المتحده الامريكيه، لان هو مطلوب من الدبلوماسيه الشعبيه ان هي تواجه ايه الافكار المغلوطه اللي ممكن تنتشر في مجتمع ما نتيجه الاعلام او نتيجه رسائل مغرضه بتصدر من بعض الناس. فهي الفكره ان انت يعني عندك ثلاث اهداف: تصحيح صوره مصر، تقويه صوره مصر، التعبير عن الشكر، ممكن فتح افق استراتيجيه جديده للدبلوماسيه الرسميه. كل دي اهداف ممكن تقوم بها الدبلوماسيه الشعبيه، ولعلم حضرتك الموضوع ده يعني له سوابق في دول كثيره. لا شك ان الحراك السياسي على مستوى الدبلوماسيه المصريه سواء بين مصر والدول الاخرى لا ينسينا ملف الدستور المصري. سؤال صريح، هل يعتقد او كيف يرى السفير محمد العرابي مصر في الدستور التصويت؟ هل مصر مؤهله للتصويت على الدستور؟ بص، المعركه دي معركه هامه وحاسمه ومصيريه، وارجو ان الناس يعني تتوقف شويه عند هذه النقطه ويبطلوا انتقادات ويبطلوا استعجال ويبطلوا تشويه لما يجري. اللجنه بتقوم بعملها، انا عضو احتياطي حقيقي، وفي طبعا بعض المشاكل مع الاحتياطيين، ولكن في النهايه احنا نثق تماما في اللجنه الاساسيه اللي هي لجنه الخمسين وفي رئيسها، ونتركهم يعملوا. مفيش داعي لتشتيت الجهود. اي تاخير في اصدار الدستور او اي تلكؤ في التصديق عليه، انا بقول لكم ده هيكون يعني بدايه مرحله سلبيه بالنسبه لمصر. فيجب ان احنا كلنا نصطف من اجل دعم هذا الدستور. من المؤكد ان كل واحد فينا هيكون عنده بند او اثنين مش راضي عنه. يعني مش هقول لك ان الدستور ده هيرضي جميع الاطراف، لا يمكن هيحصل هذا. ولكن احنا مطالبين بدعم هذا الدستور، مطالبين بتجاوز هذه المرحلة الصعبة اللي بتمر في تاريخ مصر، وإلا هيحصل انتكاسة لن نلوم فيها إلا أنفسنا. وده اللي أعتقد إن احنا شاهدناه النهاردة من موقف المجلس القومي للمرأة، من عدم اعتراضه على عدم وجود كوتا محددة في الدستور للمرأة في مجلس الشعب القضاء مجلس النواب، ولكن على الوجه الآخر فوجئنا النهاردة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتقديم استقالته لوزير عدل. كيف تنظر للمشاريع؟ لا طبعا، يعني أنا الدستور يا جماعة مش محفل للمطالب الفئوية على الإطلاق. وبعدين الدساتير معروف يعني كيف تصاغ، الدساتير دي مبادئ عامة لا داعي انها تدخل في التفاصيل. ما هي التفاصيل دي هي دي اللي بتوصلنا للنتائج السيئه اللي انت بتتكلم عنها دي. الدستور ده مبادئ عامه، حاجات مختصره، جمل معروفه، ده كل دساتير العالم كده، ما فيش تفاصيل التفاصيل. يعني فارجو ان احنا يعني ننأى بانفسنا بقى عن هذه المطالب الفئويه. كل يعني فئه او كل مهنه رايحه عايزه تحصن نفسها وعايزه تاخد لنفسها قطع من الدستور، الكلام ده مش موجود يعني في العالم كله مش موجود. احنا قرينا دساتير دول كتيره ما فيهاش التفاصيل اللي احنا بنسعى اليها الان دي، لكن هو في النهايه هو وثيقه للسلام المجتمعي. هذه الوثيقه يجب ان تحقق السلام المجتمعي. مصر عانت من انقسام شديد بعد الدستور 2012، فبالتالي احنا من يعني الضروري ومن المؤكد ان احنا يعني نصل الى السلام المجتمعي بوثيقه جديده اللي هي وثيقه الدستور. اخيرا كلمه يوجهها السفير محمد العرابي للخارج، والكلمه يقولها للمواطن المصري. ده المواطن المصري هو اهم عندي، والمواطن المصري بقول له انه فلتتوقف بقى الحناجر وتبدا العقول. الخارج اعتقد ان احنا يعني حققنا انجاز كبير، والناس ابتدت تفهم المصريين دول عايزين ايه ورايحين فين، وانه انتهى حكم الاخوان الى الابد. لا هو يعني النقد طبعا نقد بناء جدا اللي حضرتك بتقوليه،
انا اقدر اؤكد لك ان السفارات بتقوم بواجبها على خير وجه. انت بتلمسي نقطه مهمه جدا وهي فكره الاستعانه ببعض الشركات يعني اللي هي بنقول عليها بتقوم بالضغط على اداره ما من اجل يعني الوصول الى اهداف معينه لمصر. ده شيء متعارف عليه بالذات في الولايات المتحده الامريكيه. كل دول العالم في اللي ممثله في الولايات المتحده الامريكيه بيبقى عندها شركات بيقولها شركه لوبي بتقوم بتوصيل يعني افكارك وارائك ومواقفك لاجهزه اتخاذ القرار داخل الولايات المتحده اللي هي متشعبه ومنتشره بالتعاون مع السفاره. ولكن هي ميزه هذه الشركات انها تبقى عندها قدره اكبر على فهم العقليه الأمريكية وكيف تصل إلى متخذ القرار الحقيقي في فترة قصيرة جدا. يعني احنا لازم نقل شوية جلد الذات. احنا بنقوم بشغل جيد جدا في الخارج كسفارات. يمكن كانت هيئة الاستعلامات تعثرت شوية في الفترة الماضية وانا اؤكد لك هذا انه حصل يعني تعثر كبير لها. لكن انا بشوف انه هو يعني جهد وزارة الخارجية ولازم نقول انه زيارة الوزير نبيل فهمي لجمعية العمل الأمم المتحدة اللي قعد فيها أسبوع أعتقد أن هي دي عملت النقلة الحقيقية في النظرة الدولية لمصر. وبالتالي إن شاء الله يعني هتشوفي أن في حاجات تانية يعني هتبتدي تظهر كمجتمع مدني هنا في مصر زي مثلا المؤسسة المصرية للتواصل مع الشعوب. دي مؤسسة جديدة طالعة وأعتقد أن هي هتكون لها دور كبير في توصيل الصورة الجيدة وفي الدبلوماسية الشعبية وفي يعني في أمور كتير. هي مشكلة مشكلة المواطن المصري دي مشكلة قديمة جديدة وهتفضل موجودة لأنه السفارات لها حدود في التدخل ولها حدود في الإمكانيات المادية. ما هو شكل قوة طبعا قوة الدولة يعني كدولة يعني لما يقولوا ان مصر اصبحت دولة ذات ديمقراطية ومؤسسات ودستور وخلافه ديت اكيد بتنعكس على طريقة التعامل مع المصري في الخارج. لا اصل الدستور ما بي يعني ما بيتكلمش يعني ده مبادئ عامة ما بيتكلمش عن يعني الدستور مش مطلوب منه ان هو يخاطب الرأي العام الخارجي. اشوف كده اشوف ان احنا شوفي كرامة الانسان المصري اصبحت هي يعني الاولوية الاولى سواء في الداخل او في الخارج. فانا بشوف ان الفترة الجاية يعني لان الانسان المصري هو اصبح صاحب القرار فبالتالي انت لازم تحافظي على كرامته لان هو اللي بيتخذ القرارات دلوقتي مش الدولة. فانا اشوف ان هيحصل تغيير الفترة القادمة ايجابي لصالح المواطن المصري سواء كان في الداخل او في الخارج.